انطلقت اليوم في دبي فعالية النسخة الثانية من مهرجان مترو دبي للموسيقى الذي ينظمه براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، ويستمر حتى 22 من الشهر الجاري بمشاركة 20 فنانا من أصحاب المواهب الموسيقية المتميزة من دولة الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم. وتقام فعالية المهرجان يوميا على مدار أسبوع كامل اعتبارا من الساعة 4 عصرا وحتى 10 مساء في 5 محطات مركزية من محطات مترو دبي، وهي إكسبو ومول الإمارات وجبل علي والاتحاد وبرج مان. يستمر المهرجان لمدة أسبوع من تاريخ 16 إلى تاريخ 22 مارس، وهذا طبعا بالتزامن مع موسم دبي الفني. عندنا فنانين مشاركين من مختلف دول العالم، عندنا فنانين مشاركين من المكسيك، من الإكوادور، من البرازيل، عندنا فنانين من مصر، من سوريا، وعندنا طبعا فنانين مشاركين من الإمارات وفنانين أيضا مقيمين. طبعا فعاليات المهرجان تكون موجودة يوميا من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 10 مساء، وطبعا المهرجان مفتوح للعامة انهم يقدرون يحضرونه بالمجان.